موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 11 عنصرا من قسد حاولوا مهاجمة منطقة درع الفرات شمال سوريا وفق بيان الوزارة. قوات النظام تستهدف محيط بلدتي كنصفر والفطيرة جنوبي إدلب بقذائف المدفعية. مقتل 8 عناصر من ميليشيا حزب الله العراقي وإصابة آخرين بهجوم لخلايا تنظيم الدولة استهدف حافلة عسكرية لهم بالقرب من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي. عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة يتهم نظام الأسد بعقد اتفاقات أمنية سرية مع تركيا لضرب مناطق سيطرة قسد. وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعلن إلقاء القبض على قاتل الطفلة جواء إسطنبول في مدينة حمص وتبث اعترافاته وسط استياء السكان وتحميل النظام مسؤولية الانفلات الأمني في المدينة. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الهول بريف الحسكة.